فهناك بشر أكثر يموتون سنوياً، ليس فقط من أمراض يمكن الحصانة ضدها كالملاريا كما قلت في أفريقيا نصف مليون إنسان، ولكن من تبعات السياسات الاقتصادية الغربية على مدى القرن العشرين على الأقل والعقدين من القرن الواحد وعشرين. يموت بشر أكثر أو مات بشر أكثر كل عام من تبعات هذه القضايا الاقتصادية مما يحصل الآن، تماما كما حصل مع هتلر. يعني هتلر لم يقم بشيء غير عادي لم يقم به الأوروبيون سابقا في مناطق دول الجنوب. كانوا يقتلون في خلال فترة الاستعمار بمئات الآلاف وبالملايين، ولكن لأن هتلر قام بما قام به في أوروبا أصبح هو الشيطان. لم تحسم بعد، يعني لم تحسم قضية كيف بدأ الفيروس. لا يوجد مريض صفر حتى اللحظة في الصين، وبالتالي ليس الحديث هنا عن مؤامرة بقدر ما حديث يعني عن تسريب مثلا الفيروسات في مختبر في فورت ديتريك في الولايات المتحدة. ربما يكون تسريب غير مقصود، ليست القضية هنا الحديث عن مؤامرة ولا هذه القضية، رغم أن الولايات المتحدة يعني قامت بإبادة مدينتين كاملتين في الحرب العالمية الثانية في اليابان، وعلى كل الأحوال لم تكن هناك حاجة، كانوا منتصرين في الحرب ورغم ذلك استخدموا القنابل الذرية.